اليوم نظن نبقى في الإطار بتاعنا كمتعاملين، تحدي كبير إن شاء الله، والسلطات المحلية وعلى رأسها السيد الوالي والمنتخبين نظن نسعى معا لبناء هذه الجزائر معا إن شاء الله، وتنمية هذه الولاية التي تحتاج إلى أبنائها أولا، إلى أبنائها. عندما المستثمر ابن هذه المنطقة يعطي مثال، وهناك متطفلين، سوف نحارب المتطفلين، نكون صرحاء كما قالها السيد الوزير الأول، العقار لمن يستثمر، العقار لمن يستثمر، ونحن هنا من أجل رفع العلاقة التنمية الخاصة بكل الشعب. وفي نفس الوقت رسالتي هو أن نمشي معا وفي إطار نظرة استشرافية، وهو أن نكون خالقين للثروة وفي نفس الوقت بأحسن جودة وبأحسن تكلفة. المنافسة تتطلب لنا الجودة والسعر. اليوم مؤسسات الحمد لله في جائحة كوفيد، في انكماش اقتصادي، في وضع اقتصادي عالمي كما ما نعيشه وما يعيشه العالم، والحمد لله أصبحنا تقريبا وظفنا أكثر من 26,000 وظيفة، منصب جديد تم إنشاء. على سبيل المثال فقط على مستوى هذه الولاية رانا في حدود 380 إلى 400 منصب جديد في هذه الولاية بفضل هذه المؤسسات الخاصة، وإن شاء الله المؤسسات العمومية التي أشرفنا عليها اليوم بمعدات جديدة وكذلك بخطوط إنتاج سوف تدخل إن شاء الله عن قريب، مما كذلك يخلق مناصب في الشغل الجديدة. ولكن نركز كذلك أن هذه الولاية أصبحت تصدر، ونبحث كما قال سيد رئيس الجمهورية أن في أول ديجا في سنة 2022 أول مرة يخرجنا ميزان تجاري موجب بفائض 1 مليار لم يعرفه التاريخ في ظل هذه الأزمة، ولكن الحمد لله في سنة 2021 كذلك عرفنا تصدير تقريبا 5 ملايين. السيد رئيس الجمهورية أعطانا توجيهات للوصول إلى 7 ملايين، وعندنا القدرات وعندنا الإمكانيات. ممكن هنا بعض المتعاملين لم أزر المصانع تاعهم، ولكن سوف تكون لي زيارات لا أقول شهرية ولكن حسب البرنامج، لأن لابد أن تكون متابعة ميدانية. المتابعة ممكن تأتينا التقارير، ولكن المراقبة العينية على المباشر تعطيك فكرة أين وصلت. كان تصلني تقرير على المنطقتين وتسلي وبوقادير، اليوم عرفنا بلي بوقادير بالفعل تحتاج، ولكن وتسلي شوفوا بلي راح يكون عبء على المستثمرين. واحد يكون حقيقي من غير معقول نخلي حوالي 47 كما تكلم السيد والي مستثمر في هذه المنطقة بأعباء غير يهيئ المنطقة تاعو، ممكن يبغى يديروا 60 مليار. حان الوقت أن نرافق هذه المؤسسات.